أؤكد على عزم الدولة بتوفير كل الوسائل للتغلب على هذا الوباء، فإنني أدعو الجميع إلى التجند من أجل إنجاح عملية التلقيح التي تعتبر المنفذ الوحيد لمواجهة الأعراض الخطيرة لهذا الوباء. وراكم شفتوا حتى في الوباء نقول واش يقولوا الناس على الأرقام، احنا عندنا هذيك هي الأرقام، ولكن رغم هذا ظهرنا باللي قادرين على مكافحة الوباء بقدراتنا وبرجالنا وبنسائنا.